الفرق بين الخطف شحال هادي والخطف دابا. الخطف شحال هادي فدر بلي شافك فدر بلي صنع لبابا. انا متأكد بلي هادي عتقني. صافي غير سكت، حنا غادي نعيطو له. هادي النمرة صحيحة اللي عطيتيني ياك؟ هاديك هي النمرة. واخا. الو الو شكون معايا؟ شوف بلا ما نزيدو في الهضرة، ولدك راه حنا خطفناه هو معانا. كيفاش خطفتو لي ولدي؟ شوفو شوفو هي مش هادي، واش نجيب لكم اللي بغيتو؟ شحال بغيتو شحال؟ الا بغيتي ولدك غادي يجيب لنا 200 مليون وغادي نتلاقاو في الغابه مع 4 ديال العشيه. صافي نجيب لكم حتى 500 مليون، ما عنديش مشكل. انا دابا غادي نمشي للبنك نجيب الفلوس ونجي للبلاصه اللي درتي معايا نتسناو فيها هيك الغابه ياك. صافي انا دابا جا. وي كنت عارف غادي يعتقلي. بريكولي هذا ناضي الخطف دابا. اول مره كيخطفوني زوينه هذه. شتك فرحان خطفينك وفرحان؟ قولي هاد النمره ديال باك. النمره ما متاكدش ما عرفتش هي ولا لا. حتى النمره ديال باك ما عرفتش، حنا نشوف. كيصوني عليا عاوتاني. الو شوف بلا ما نزيدو في الهضره، ولدك راه معانا راه حنا اختطفناه. الا بغيتي ولدك تجيب 200 مليون وتلاقانا مع ربعه في الغابه، ولا ما جبتيهاش غادي نصفيوها معاه. سمعتي كيفاش خطفتو لي ولدي؟ خطفناه. احسن خبر سمعته في حياتي. شوف وليدي ياك انت بغيتي 200 مليون ياك، شوف انا غادي نعطيك 500 مليون وقتلو. صافي متفقين؟ كيفاش متاكد هذا هو؟ هو متاكد. قطع قطع خبر زوين هذا. غادي شو دير؟ نوض كاع تصير خرج عليا. انا ما بقاش كاع، انا كاع ما بقى نخطف بنادم، انا نبدل الحلفه، انا نولي سيكليس. لا لا عرفتي شو دير؟ خليني معك انا يا حسن، انا ما بقيتش باغي نمشي. عرفتي شنو دير؟ العب انا وياك حابه، الا شديتيني نمشي بحالي لدارنا. يلا انا نجري، يلا تبعني. كيفاش؟ ناري وحل فيا البرهوشه.